ما حكم ما يذاع عبر وسائل الإعلام في تسمية اليهود بإسرائيليين والنصارى بالمسيحيين؟ هذا غلط، هم اللي سموا أنفسهم هذا لأجل الخروج من الذم الذي رتبها الله على اليهود والنصارى. هم يسمون أنفسهم مسيحيين وهذا كذب، ليسوا مسيحيين، هم نصارى. المسيحيون أتباع المسيح وهم ليسوا أتباع للمسيح، لأنهم حرفوا وبدلوا وغيروا، قالوا إن الله ثالث ثلاثة والمسيح ابن الله، فهم خرجوا عن دين المسيح فليسوا مسيحيين وإنما هم مشركون، يقال لهم النصارى بالاسم الذي سماهم الله به، واليهود يقال لهم اليهود بالاسم الذي سماهم الله به، وليسوا من إسرائيل. إسرائيل نبي الله يعقوب عليه السلام، ليسوا إسرائيل، هم يهود. يهود وإسرائيل بريء منهم لأنه نبي الله وهم يهود كفرة. نعم.